مش لازم سنفتح قال الله ذلك كل حزب بما لديه فرحون وزيد. بسم الله. بسم الله الله يفتح عليك. فذرهم في غمرتهم حتى ينزل. جزاك الله خيرا. نقف إن شاء الله عند هذه الشروط التي جاءتنا، هي خمسة شروط. هذه الشروط هي تلخص لنا معنى التقوى، اتقي الله عز وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات. نقرأ هذه المعاني الجليلة بكلمة بحكمة صحابي جليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه حكيم أمته، هو أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه.
سيدنا أبو الدرداء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقول هو حكيم أمتي، وكان رجلا شجاعا وكان رجلا حكيما. كيف يعادي فلان الخشوع؟ إن الذين هم من خشية ربهم، الخشية والخوف الخشوع. يقول الخشوع، اكتبوها، الخشوع عظام المقام، عظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام وجمع الاهتمام. يقول رضي الله عنه سيدنا أبو الدرداء: الخشوع عظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام وجمع الاهتمام. عظام المقام معناه أن نعظم حرمات الله، أن نعظم الله عز وجل، فلا نتعامل معه بالنفاق. هو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نعظم حرمة الله وحرم الله وإعظام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إعظام المقام ثم إعظام مقامك أنت، كيف هذا؟ كيف يتلوه؟ واش نعظم نفسي نقول أنا مزيان؟ هذا المطلوب، والعكس. ولكن أعظم نفسي من حيث انتمائي إلى أهل القرآن. أنا كنت غير واحد من أيها الناس، كذا بقى أنا وليت من أهل القرآن. كي يقول الناس أنه خصني نعظم هذا المقام هذا ديال أهل القرآن، ونطلب الله نقول يا ربي أنا ما عانش وما نصلح، أنا مزيان شي مفلس واحد مزيان. هكذا خصنا نتدلل الله عز وجل في كل ليلة، نتذلل ونتخضع ونتقل ونتضعف أمام الله عز وجل، هذا مطلوب. ولكن نعظم سمع أنا أنتمي إلى أهل القرآن، ما غير مثل واش تفهم مزيان. ما الكرة إلا كانوا كيلعبوا الكرة ولا شي واحد منهم دار شي خطأ ونهزم داك صحابه، شو كيقولوا؟ فلان خاننا ودار لينا وفعل لينا وزل بينا وبهدل بينا. فإذا كيف أنا من أهل القرآن نكون الأخلاق ديالي ماشي مزيانة غير هذه الأولى؟ هذه الأولى ما بيني وبين الناس. فأحرم على الله سبحانه وتعالى: يا ربي أنا أنسب إلى القرآن وأنسب إلى كلامك العظيم. فإذا خصني ما نكون شيء من الناس ديال هذا تعظيم الحرمة، هو هذا. ولكن نفسي أنا لا أعظمها أبدا، بل العكس هو المطلوب. دائما يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله الغني الحميد. وكلما ازداد الإنسان شعورا بفقره إلى الله وضعفه أمام الله عز وجل إذا وجد ارتقاء، ارتقاء مقام عند الله عز وجل. إعظام المقام وإخلاص المقال. ما هو المقال الأول؟ ويدخل به في الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلا أشرك بربي أحدا، وأعظم مقام النبوة والرسالة. فهذا إخلاص المقال. إذا كنت من أهل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذا مقال وزعم العمو، وكانت في قلبي آلهة أعبدها، شهواتي وآمالي وطموحاتي الدنيا، أنا ما أخلصت المقال، ما أخلصته، فيه نفاق. واليقين التام، اليقين بماذا؟ اليقين بأمر اثنين: سبحانك لا علم لنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء، ثم الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب وعنده الأرزاق والرزاق والقوة المتين وسائل الأوصاف التي نقرأها في القرآن الكريم. فالنفس أرجع إليها بالتوبيخ، وسنقرأ إن شاء الله في هذا السياق، في سياق سورة المؤمنون إن سمح الوقت إن شاء الله.
بعض ما وبخ الله عز وجل به المشركين في قريش، واليقين التام بأن الله تعالى سيرحمني. فإذا كنت أسأل الله عز وجل أسأله أنا على يقين فإنه يجيب، لأنه أخبرني بذلك، قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قال الله تعالى أخبرنا أصلا الله تعالى ينزل في السماء الدنيا في سورة الأخير من الليل تصدق، فيكون عندي يقين بكل ما جاء ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم، أعمل به عن يقين تام. رابعا جمع الاهتمام. كيف جمع الاهتمام؟ عندي اهتمامات كثيرة، والمصباح الدوي مهالي، لا أهتم بشيء، أنا أهتم بالله عز وجل فقط، نخلي حقوق العباد وحقوق نفسي وحقوق الزوجة حقوق الإخوة وحقوق المسلمين حقوق الغير، شيء هذا هو اهتمام؟ لا، هذا هو جمع اهتمام، جمع الهمة على الله. كلما هربت مني همتي إلى شيء إلى فكري وأعطيني ذلك الشيء الذي يجلب اهتمامي ما يستحق من الوقت ومن العمل، ولكن أرجع أؤوب إلى الله عز وجل، أواب أكون أوابا، إن إبراهيم لحليم أواه ومنيب ينيب، اتبع سبيلا واتبع سبيلا من أناب رجع. فإذا الاهتمامي عندما يهرب الاهتمام وفعلي إلى أشياء فإني لا أسترسل معها بل أستجمعها أردها، قل كان غير الله تعالى غير الله المجاك. ولما آتي إلى فراشي للنوم أقول هذه الموتى، صافي هذه الموجات، لأنها موت لما شي موت موت. الله تعالى خلى في القرآن قولوا لي عاونوا قول لا لا الله فانفوس حين موتها ولكن تموت توفاك الله عز وجل، جيت نعس راه مشيتي للاخره، يلا تعالى كيعاود ربك للدنيا باش تعاود تعمل عمل صالح. هنا خص الاهتمام ديالي يتجمع، علاش؟ لقاء الله عز وجل. لا اصيب في هذا الامر فيكفي هذا كفايه.